تعهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بتشديد الضغط على نظام بشار الأسد، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك بواشنطن. الرئيس الأمريكي أقر من جهة أخرى بعدم وجود وصفة سحرية لإنهاء الصراع الدائري في سوريا، وقال: ليست هناك وصفة سحرية في مواجهة وضع بالغ العنف والتعقيد كما هو الحال في سوريا. أتمسك بخيار اتخاذ خطوات دبلوماسية وعسكرية إضافية. سوريا لا يجب أن تكون منطقة تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، يقول رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان. يجب منع استخدام الأسلحة الكيميائية وتوفير الأمن لجميع الأقليات. هذه هي أولويتنا فيما يتعلق بالمسألة السورية. إنه يوم تاريخي باعتقادي، ونقطة تحول تاريخية في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الوزراء التركي أشار من جهة أخرى إلى أنه يعتزم إجراء زيارة إلى قطاع غزة الشهر المقبل على الرغم من الضغوط الأمريكية لتأخيرها.